جديد نورني وشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي احمد جويل. احمد بلال نور الدنيا يا كابتن. جميل وحشني جدا والله. الله يخليك. اخبارك ايه؟ والله كتير. اطلع بقى من المود ده. انا اسف انا اتاخرت عليك. ولا يهمك. وانا فعلا السبب، بس كان معايا الدكتور ياسر، كان اول مره شرفنا وكان بيتكلم في حاجات طبيه، وبعدين انت بقى بيتك ومكانك يعني، فاحنا لازم يعني ايه مقبول نيجي عليك شويه. مقبول. لكن انت طبعا يعني حاجه جميله جدا، وانا بسعد بلقائك كابتن احمد. حبيبي جميل، ربنا يكرمك. شايف الدنيا ازاي؟ خلينا نتكلم عن التنظيم اللي كان بسرعه جدا 6 شهور، وان احنا خلاص ظهرنا بمستوى او بشكل لائق جدا، ولا انت شايف ايه الدنيا للسادات؟ المظهر العام شايفه ازاي؟ شوف، خلينا نتكلم في جزئيتين مهمين. يعني الجزئيه الاولى خارج الملعب، ودي تمت بنجاح كبير جدا. يمكن فينا بعض الناس حضرت البروفات على فكره بتاعت الاستاد، ناس اصدقاء يعني. الحقيقه حاجه جميله جدا، هنشوف بكره ان شاء الله حاجه رائعه. تنظيم جيد جدا، اداء ووقت، واختصار للوقت، اداء وسرعه. انت بتعمل حاجه كويسه قوي وحاجه سريعه جدا. الاستادات عملتها بشكل كويس جدا، احنا شفنا صور الاستادات طبعا والفيديوهات بتاعتها ومدى الاستعدادات بتاعت الاستاد، الست استادات اللي موجودين اللي هتلعب عليهم البطوله، حاجه مشرفه جدا جدا جدا. فبالتالي انا شايف الجزء الخارجي جزء محترم جدا، وتم بتقنيات عاليه جدا، تم بتنظيم كبير قوي. خد بالك انت، البلد برضو المسؤولين كانوا حاطين سبوت على الموضوع. تمام. المسؤولين الكبار في البلد. تمام. فبالتالي نجح الموضوع بشكل كبير جدا. الرئيس مش يعني مجرد مش مجرد بطوله انت بتستضيفها على ملعبك وبتعمل استعدادات عاديه، لا، انت بطوله بتنظمها فعلا مصر بكل جهاتها، مش بس الجهات المختصه بالرياضه او بكره القدم يعني. فالجزء الخارجي تم بشكل كويس قوي. احنا بنتكلم بقى على الجزء الداخلي، هو جزء الفني، جزء المدير الفني، جزء اللاعبين. البارت الاول، اول جزء لم ينجح فيه، انا من رايي اجيري، اختيار اللعيبه لم ينجح فيه، ولكن خلاص احنا عدينا برضو المرحله دي، فاحنا سبورت للراجل في المرحله الثانيه اللي هي دي كنت اسئله اللي جايه، ما داخل الملعب يعني. ما داخل الملعب حاجات كتيره بقى، حدث ولا حرج في القصه دي مع مستر اجيري مع بدايه اول مباراه بكره. طب انت، عشان انا ما اتكلمتش معاك خالص بقالي فتره كبيره، اكيد انت طبعا اتكلمت مع ساده الزملاء، لكن قول لي كان نفسك مين ينضم في المنتخب؟ شوف، انا هقول لك على حاجه. انا دايما يا ميدو بحب التنوع في طرق اللعب. احب دايما المدير الفني يبقى مفهم الناس انا بلعب باي طريقه وباي شكل. تمام. السبستيتيوشنز اللي موجودين عندك على دكه البدلاء دول كلهم يبقوا لعيبه على قدر من الامكانيات اللي موجوده داخل الملعب. فبالتالي عشان يبقى عندك فريق، الناس حتى كمان في تغييراتك تبقى فاهمه انت عايز ايه، بتعمل ايه، بتشتغل ازاي. انا رقم واحد، انا كان بالنسبه لي كنت اتمنى السوليه يكون موجود في المنتخب، عبد الله جمعه. قول لي اسباب يعني، عايز ده وليه؟ ما انا هقول لك. انا اولا السوليه من اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق في الملعب، لعيب عنده امكانيات هجوميه وامكانيات دفاعيه، مختلف تماما عن الاثنين اللي موجودين في ارض الملعب، مختلف عن الثلاثه كمان، مش الاثنين، عن الاثنين اللي موجودين على ارض الملعب، اذا كان النني او طارق حامد او علي غزال، هو مختلف عنهم تماما، في مختلف. فانت النهارده مختلف في ايه؟ السوليه عنده امكانيات هجوميه، بيزيد في الحته الهجوميه بشكل كويس قوي، بيقدر يسجل اهداف، بيزيد في الكرات العرضيه. فبالتالي هو اللاعب اللي ميد فيلدر قصدك والكلام ده كله، وبيلعب بدماغه. طبعا بيلعب بدماغه، بيخش ال 18، بيلعب برجله، بيعمل تصويبات، لعيب في بعض الاوقات ممكن يعمل لك حته البلاي ميكر، يزود يعمل دبل باص مع الفراوده او اللعيبه اللي تحت الفرد. فبالتالي نوعيه مختلفه شويه عن الثلاثه اللي موجودين. تمام. فده لازم يكون موجود في الملعب. الستايل ده حتى لو مش هيبتدي اساسي فلا بد ان تستعين بيه. تمام. ده رايي بالنسبه لعمرو السوليه. تمام. الثلاثه الموجودين كلهم ميد فيلدرز، اللي هم اللي بيلعبوا الحته الدفاعيه. تمام. تمام. انت منتخب عايز يكسب بطوله، انا بتكلم على منتخب عايز يكسب بطوله، مش تشريف فقط او رايح لا مفيش تشريف، يعني بتعمل حاجه مشرفه، يعني تشريف. عايز تكسب بطوله ان شاء الله. فبالتالي لازم يكون عندك التنوع. تمام. دي رقم واحد. عبد الله جمعه رقم اثنين، لو انت كمدير فني بتختار اللعيبه على اسس ان انا عندي لعيب جوكر، يعني لعيب بيلعب في مراكز كتير، فانت عبد الله جمعه من اللعيبه اللي تقدر تلعب وينج شمال. تمام. او باك ليفت، وعندك ولعيب لعب افريقيا، فعنده احتكاك بالكره الافريقيه بشكل كويس قوي، مستواه ثابت بقى له فتره كبيره. فبالتالي كان من الاولى بدل ما تحط ايمن اشرف اللي بيلعب سنتر باك في النادي بتاعه تجيبه باك ليفت، لا، طب انت عندك باك ليفت اوريدي بيشتغل، وايمن اشرف خليه في الحته بتاعته. تمام. اللي هي السنتر باك. تمام. ده بالنسبه لعبد الله جمعه. رمضان صبحي وكهرباء، الثلاثه اللي موجودين قدام من وجهه نظر الشخصيه ما لهمش بدلاء بره الملعب خالص على الاطلاق، لا بنفس السرعات ولا بنفس الامكانيات المهاريه. فبالتالي
لما هتعمل تغييره في الملعب، تغييره انت مجبر عليها مش تغييره تقلب طريقه اللعب، تفتقد كتير. لما هتنزل مين؟ انا بكلمك انت بتتكلم دلوقتي في تريزيجيه. تريزيجيه يعني لعيب الايفورت بتاعه عالي قوي، المجهود بتاعه عالي. لما تيجي تخرجه في الدقيقه 70، مين اللي ممكن يكمل الدور؟ احنا مش هنغير سيستم اللعب او هنغير الطريقه، مين اللي ممكن يكمل الدور بنفس طريقه اللعب؟ مين بره عندك في دكه البدلاء؟ لا يوجد احد بنفس الريتم اللي انت بتشتغل عليه. تمام. كهربا مش موجود، رمضان صبحي الثاني مش موجود. فبالتالي انت النهارده عندك لعيبه اساسيه بيشتغلوا بريتم وبيشتغلوا بطريقه لعب، الريتم ده مش موجود بره، ولا حتى تكمله لطريقه اللعب دي موجوده بره. كذلك رمضان صبحي نفس الموضوع، لو هتلعبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فكان من الاولى واحد من الاثنين دول يكون موجود. تمام. حتى على دكه البدلاء عشان تقدر تكمل بنفس طريقه اللعب اللي انت عايز تشتغل. تمام. تشتغل بيها. هم دول اللعيبه يمكن اللي كنت شايف ان وجودهم في المنتخب ضروري، يعني ضروري وضروري بشكل كبير عشان ما تفتقدش الهويه بتاعتك. انت مهم جدا كمدير فني يا ميدو ما تفتقدش الهويه بتاعت منتخب مصر، الايدنتيتي بتاعتك. تمام. ما تفتقدهاش، اللي احنا بندور عليها، اللي احنا بندور عليها دايما. احنا دايما بندور على شكل منتخب مصر بعمل ازاي. طب لو فلان خرج، مين الفلان التاني؟ هل هيأدي بنفس طريقه اللعب ولا هيبقى في تغيير، هيبقى في خلل؟ انت عندك هيبقى في خلل، لان لا السرعات اللي بره ولا الامكانيات المهاريه موجوده على نفس او قريبه من اللعيبه اللي بتلعب داخل الملعب. تمام. طب قول لي، يعني المفروض ان اجير يقول انا هلعب بالطريقه كذا كذا كذا، والمفروض ان انا ابقى اعمل كذا، والمشاهدين يبقوا عارفين مثلا بلال هيطلع، ميدو هيدخل، ميدو هيطلع، مش عارف مين هيدخل مكانه. المفروض ان هو يدي خطوط عريضه، ولا المفروض ان هو يفاجئنا بشكل ممكن يقنعنا بيه؟ هو هيفاجئ اللعيبه كده، مش هيفاجئنا. يعني هو هيفاجئ لعيبته، مش هيفاجئنا احنا. خد بالك، منتخب مصر لم يستعد بشكل جيد. ليه؟ نظرا للظروف الاستثنائيه، نظرا كمان ان هو بيجرب في المباراتين. يعني احنا فرقه زي منتخب مصر ما عملتش ماتشات وديه كتيره، كانت طبيعي الماتشين اللي فاتوا دول بالتشكيله، بيلعب بطريقه اللعب، بيلعب بنفس التشكيل. تمام. عشان خاطر تبقى دي هي دي التجارب ما قبل المباراتين، دول معمولين او هم دايما بيتعملوا عشان تجرب فيهم طريقه اللعب بتاعك، عشان لو فيها اخطاء ما بتتنفسش تقدر يعني تتلاشاها، دي انا استغربت، او تشتغل عليها في المباريات اللي فاتت. فالنهارده منتخب مصر انا ما شفتش هو بيلعب ازاي. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، مين معلش، يعني المباراتين الوديتين دايما ما قبل البطوله لازم واحده قليله واحده كبيره عشان تعرف انا هشتغل ازاي، طريقه اللعب دي هتتناسب مع امكانيات الفرقه دي ولا لا. النهارده تونس كانت بتلعب اسمها ايه، بطله وصيفه العالم، كرواتيا. مباراه قويه جدا من العار الثقيل، لان دي مباراه تجريبيه حقيقيه استعدادا، عشان لو انا عندي مشاكل في طريقه اللعب اشوفها بالزبط. لو الفرقه اللي قدامي اقوى مني بالزبط. لازم اشوفها اتعامل معاها باني شكل وباني طريقه. انما اروح العب فرقتين تصنيف ثالث في البطوله، تصنيف ثالث اذا كان زيمبابوي او تنزانيا، طب انا دلوقتي هحكم على طريقه لعب ازاي؟ هقول انا قوي او ضعيف باني شكل؟ فالنهارده المخ والدماغ اللي بتفكر، تمام، لابد ان هي كانت تفكر اسرع شويه. احنا طبعا احنا بنتكلم في الحاجات اللي المفترض ان شاء الله هنتلاشاها في دور المجموعات الفتره اللي جايه باذن الله تعالى، ولكن هي دي الحقيقه، يعني هي دي الحقيقه. اكيد لسه ثلاثه، ولا بنزلوا بادوار للعيبه؟ بص، هو كل فرقه او في كره القدم في حاجه اسمها ستايل اوف بلاي، يعني حتى لو كان عندك 4-2-3-1 3-4-2-1 اي نوع من انواع اللعب، ولكن هي الفكره يا ميدو بس في ايه؟ الفكره انا هشتغل ازاي لما امتلك الكوره، يعني اقطعها، وهشتغل ازاي لما افقد الكوره. يبقى ادوار بالظبط، هي ادوار داخل الملعب. انا في المرتين اللي فاتوا ركزت على الحته دي بتاعت المنتخب، هنشتغل ازاي لما بنمتلك الكوره. هل هنشتغل على الدايركت اتاك اللي هي الهجمه الثانيه الثالثه بنكون عند الجول، الهجمات المرتده السريعه، ولا هنشتغل بالاندايركت اتاك اللي هو من لمسه الاستحواذ وتلمس من لمسه الثانيه الثالثه وتعتمد على المهارات الفرديه. في بعض الاوقات كنت بشوف المنتخب لا بيشتغل اندايركت، وبعض الاوقات بشوفه بيشتغل دايركت. ده معناه ان انت مش محضر سيناريو، يعني ما عندكش مش محضر، يعني ما بتشتغلش على حاجه محدده. احنا كجمهور او احنا كناس قاعدين بنتفرج عارفين ان منتخب مصر لما هيقطع الكوره في وظائف 1-2-3-4. خد بالك، يعني الفرق الكبيره معالمها واضحه جدا، معالمها واضحه جدا جدا، بتبقى المعالم واضحه وطريقه اللعب واضحه وستايل اللعب واضح جدا، وهشتغل ازاي وباني طريقه
لان انا كمان طرق اللعب زي ما انت قلت من شويه ميدو هشتغلها افراد ولا اشتغلها طريقه لعب، زي ما انت قلت انا اللعيبه اللي عندي اللي بتحدد لي انا هشتغل ازاي بالظبط، الامكانيات اللي موجوده على ارض الملعب هي اللي بتحدد لي شخصيتي انا كمدرب. طبعا اكيد انت النهارده احنا مش عارفين المنتخب بيشتغل بأي طريقه، يعني هل منتخب مصر هيعتمد على الهجمات المرتده السريعه وهيلعب زون ديفنس؟ طب يمكن مفاجاه او لا، ما هو هيفاجئ، ما انا بقول لك هيفاجئنا كلنا، واضح هيفاجئ حتى اللعيبه نفسها ممكن. تعال نشوف تقرير، تعال نشوف تقرير، شوف تقرير ونرجع نكمل مع النجم الكبير احمد دولاب. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة البداية، انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2019 التي يترقبها عشاق كرة القدم في القارة السمراء خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 19 من يوليو، حيث ستكون القارة الإفريقية على موعد مع نقطة تحول جديدة في تاريخ هذه البطولة القارية العريقة. البطولة ستقام بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة، تقام للمرة الأولى في فصل الصيف بعدما كان معتادا إقامتها في مطلع العام فصل الشتاء، لتتماشى بهذا مع معظم البطولات الكبيرة العالمية والقارية مثل بطولات كأس العالم، كأس القارات، كأس الأمم الأوروبية، كأس أمم أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا، الكأس الذهبية لأمم اتحاد الكونكاكاف، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. تستضيف مصر فعاليات البطولة للمرة الخامسة بعدما استضافت 4 نسخ سابقة أعوام 59، 74، 86 و2006. هذه النسخة تعزز من الرقم القياسي لأرض الفراعنة كأكثر البلدان المضيفة لكأس الأمم الإفريقية، كما تشهد هذه النسخة رقما قياسيا جديدا قبل ضربة بدايتها، حيث تشهد للمرة الأولى في التاريخ مشاركة 24 منتخبا على غرار ما حدث من زيادة في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 بفرنسا، بعدما كان عدد المشاركين في كل من البطولتين 16 منتخبا فقط. لهذا يترقب المتابعون للبطولة ما ستسفر عنه هذه الزيادة من تأثير على مستوى البطولة بشكل عام، خاصة أن هذا العدد الجديد من المنتخبات يقترب من نصف عدد منتخبات القارة. مع زيادة عدد المنتخبات في البطولة سيرتفع عدد اللاعبين المدرجين في قوائم المنتخبات المختلفة إلى 552 لاعبا بواقع 23 لاعبا في قائمة كل فريق، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة بزيادة 50% على الرقم القياسي السابق الذي كان يبلغ 368 لاعب. ستقام فعاليات كان 2019 في 6 استادات موزعة على 4 مدن، حيث تستضيف القاهرة مباريات البطولة على 3 استادات هي استاد القاهرة الدولي، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام، بينما تشارك مدن الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس في استضافة مباريات البطولة. وزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة كالتالي: المجموعة الأولى مصر، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي، المجموعة الثانية نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، المجموعة الثالثة السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، المجموعة الرابعة المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، ناميبيا، المجموعة الخامسة تونس، مالي، موريتانيا، أنغولا، المجموعة السادسة الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو. تتنافس منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دور واحد، مع زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا سيكون الدور الثاني في البطولة هو دور 16 وليس 8 كما كان مطبقا من قبل، ما يعني تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في المجموعة 6.
يتم تصنيف الفرق في كل مجموعة مع نهاية فعاليات الدور الأول طبقا لعدة معايير تراعي في المقام الأول عدد النقاط التي حصدها كل فريق في مبارياته الثلاث بالمجموعة. في حال التساوي في عدد النقاط بالمجموعة بين فريقين أو أكثر يكون المعيار التالي هو نتائج المواجهات المباشرة بين هذه الفرق، ثم يليها فارق الأهداف في المجموعة بشكل عام حال استمرار التكافؤ. وفي حال استمر التساوي بين منتخبين وأكثر بعد تطبيق هذه المعايير ستجرى قرعة لتحديد المتأهلين. تشهد النسخة المرتقبة من البطولة حدثا غير مسبوق، حيث يطبق نظام حكم الفيديو المساعد فار، وإن كان تطبيقه سيبدأ من مباريات دور الثمانية وليس من بداية البطولة. كما تشهد البطولة مشاركة ثلاثة وجوه جديدة لم يسبق لها الظهور في النهائيات، وهي منتخبات بوروندي، موريتانيا، مدغشقر. يسعى منتخب الفراعنة لاستعادة ذكريات ثلاث نسخ فاز بها على أرضه من بين أربع نسخ استضافتها مصر، حيث فاز الفريق باللقب على أرضه عوام 59-86-2006، بينما عانده الحظ في نسخة واحدة فقط على أرضه عام 74. الفراعنة أحرزوا ألقابهم الأربعة الأخرى خارج أرضهم، حيث توج الفريق بلقب النسخة الأولى من البطولة عام 57 في السودان، كما فاز بنسخ 98 ببوركينا فاسو، 2008 بغانا، 2010 بأنغولا. فهل يحتفل الفراعنة باللقب الثامن في قلب استاد القاهرة؟ اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني النجم الكبير الكابتن احمد بلال، وبنتكلم عن استعدادات الفريق المصري في البطوله الهامه جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان كل مصر بتستنى هذه الكاس يعني عشان نفرح بقى بلال. يعني بص، احنا كنا قلنا السلبيات، بقى خلاص نتكلم في الايجابيات. طيب اخر حاجه، بس اخر حاجه اعلان التشكيله. احنا مش بنتكلم في سلبيات، لو بنتكلم في سلبيات انت كلمني في سلبيات ليه عشان انا استفيد منها، احطك على دماغي من فوق احسن ما اقعد اقول لك لا ده احنا استعدينا وعملنا وكان. لا اصل خد بالك، لا يا مين بص يعني خد بالك، الناس كلها بتقول لك منتخب مصر في النهائي. انا سمعت كل التصريحات بتاعه كل احنا بنتمنى وبنامل. لا لا، شوف احنا نتمنى ان منتخب مصر ياخد البطوله ان شاء الله، يا رب ربنا يكرمنا ويوفقنا كده ياخد البطوله. ماشي، انا شفت في بعض الاصدقاء يعني وبعض الناس اصحابنا بيعملوا السيناريوهات، مين هيلعب مين في قبل دور الثمانيه، ثم ال 16 ثم الثمانيه ثم قبل النهائي وفاينالي مصر هتبقى موجوده في الحته دي. تمام، من غير حكم على الاشياء يعني. انت النهارده يعني انت النهارده انت عندك منتخب المغرب، ده منتخب كارثي كارثي يعني، مش وتونس. وحش يعني، قصدي منتخب قوي جدا وتونس جدا يعني. انا برشح المغرب يعني للدور النهائي، السنغال فريق قوي جدا، تونس استعدادها رائع جدا، تمام، نيجيريا استعداد رائع جدا يعني، فرق عندك 6-7 فرق قويه جدا. دور الثمانيه ده كل مباراه فيها تبقى دور نهائي. بس اقول لك على حاجه، وجهه نظر الشخصيه، اقول لك على حاجه بجد يا بلال، ساعات بيبقى تسمع عن منتخبات افراد قويه جدا لكن كمجموعه متلاحمه وعندهم استعدادات. احنا دايما بنكسر اي حاجه يعني، احنا عمرنا كشكل ما ادانا انطباع عن الحقيقه. طب انا في كاس العالم بس انا بعرف ان احنا هنخرج بالدور. لا لا، خد بالك انا هقول لك حاجه ثانيه مهمه جدا. بص يا مين، عشان بس نبقى نتكلم ناس تبقى ما نقولش كلام يتحسب علينا واحنا بنتكلم غلط يعني. اللعيبه الافارقه في بطوله افريقيا دايما عندهم مشكله كبيره جدا. ايوه، هي البعد عن الانديه بتاعتهم. تمام، فبالتالي عايز يخلص البطوله اسرع، عايز يطلع من الدور الاول عشان يلحق يروح عشان مكانه ما يروحش. دلوقتي في اجازات، النهارده انت في اجازه. اجازه يعني انا بحاول الاقي اي حاجه فيها نور. ما هي في نور وكل في نور. امتى بقى؟ ايوه، لما يكون منتخب مصر فعلا تمام، المدير الفني محضر بشكل كويس قوي، قاري الفرقه بشكل كويس جدا، تبتدي تخش من بدري في اجواء البطوله. تمام، عندك مباراه الافتتاح، لو كسبت مباراه الافتتاح هتديك دفعه قويه جدا جدا جدا. عندك مباراه مع ليفل 3 زيمبابوي، ليفل ثالث يعني، عندك مباراه قويه جدا مع مش مباراه قويه على ارض الملعب، انا بتكلم هي مباراه قويه بالنسبه لك انت كمباراه افتتاح. تمام، تعلن فيها عن نفسك. خد بالك، الفرقه اللي بتكسب في البدايه كتير بتدي مسج للفرقه الثانيه تقلق وترع، بتاخد ثقة عالية جدا جدا جدا، والمدير الفني كمان بياخد ثقة. خد بالك، انت المدير الفني لما بيكسب بياخد ثقة عالية قوي،
زيه زي اللعيبه بالظبط، بيفكر صح. النهارده لا قدر الله وخسرت تبتدي تفكر في حاجات تانية خالص، حسابات، مين هيتغلب من مين، مين هيكسب مين، مين هيتعادل، طب انا لو كسبت طب انا اتغلبت، بتخش في حسابات تانية مختلفه خالص. تغييراتك والتشكيل وكل حاجه بتبقى ليها حسابات مختلفه. النهارده لو منتخب مصر كسب بكره ان شاء الله مستريح، مستريح 2-3 مثلا باداء قوي جدا رائع، هتحس ان الفرقه الثانيه جايه بتقلق منك شويه. انت لما بتاخد الثقه كمان كمنتخب مصر بتفرق معاك كتير قوي 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 بالزبط. في الادوار الثانيه قوي يعني. اهم حاجه ان مباراه بكره تخرج باداء متميز ونتيجه حلوه مقنعه، اداء تفرق مع منتخب مصر بشكل كبير جدا، احنا كمشجعين تبقى عندك ثقه في المنتخب بتاعك. بص يا ميدو، لما تيجي تقول لي البرازيل بترشح تاخد كاس العالم ليه؟ الهيستوري، اللعيبه، الامكانيات بالظبط، فاهمني؟ هو ده كريستيانو رونالدو لما في البرتغال، لعيب عنده امكانيات وعنده شخصيه وعنده كاريزما والفرقه كلها بتمشي على هذا النهج، فاهم قصدي؟ اسبانيا لما خدت كاس عالم لعيبه وامكانيات، هي كره القدم كده امكانيات، فبت عندك ثقه فبترشح بالزبط. احنا بنرشح بناء على ايه؟ على الثقه اللي بناخدها من امكانيات اللعيبه وامكانيات ايضا المدير الفني. اكيد احنا المدير الفني مش بنوش، في اول مباراه هنتفرج عليه. يعني انا بالنسبه لي ده اول اختبار حقيقي لمستر اجيري، لان يعني هو المباريات كاس افريقيا بالظبط، ده الاختبار الحقيقي بالنسبه له. هنشوف، هنتفرج عليه، هنعرف الراجل ده بيغير ازاي، بيلعب بأني طريقه، بيلعب بقى شكل، بيغير من شكل التيم اثناء المباراه ولا لا. انت عارف في مدربين يبتدي المباراه يخرج من المباراه بيلعب نفس التيم كسبان خسران، هو ده. في راجل، في مدربين تانيين بيغيروا عشان يقدر يكسب، عشان يعمل المباراه كويسه. فبكره مش عايزين نشوف مستر كوبر تاني. بص، ما اعتقدش انك هتشوف مستر كوبر تاني، مع انه كان ناجح، كان ناجح، وصل بيك فاينل افريقيا، وصل بيك كاس عالم، فبالتالي ده نجاح. هو كابتن بلال ناجح ان انا يبقى عندي منتخب ما اخافش منه بعد كده، ده النجاح الحقيقي. دي حقيقة. لكن انا خرجت من كاس العالم بخروج يعني مش حلو. وكمان لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في منتخب، احنا انت عارف لو المنتخب هو كان كونه قوي وكان فضل قوي كنا نقول له طبعا، لكن انا كل مكاسبي بصراحه كانت مكاسب كاذبه جدا، مع احترامي طبعا كبير جدا ليه الراجل خلاص، لكن انا بتكلم دايما يعني اللي يرضيه على ضميري. خلينا نتكلم عن دور الجماهير ودعمها ومساندتها، وهل هتدي دفعه ايجابيه للعيبه هيستفيدوا منها ايجابيا ولا هيبقوا متخوفين شويه؟ بص، حمى البدايه والقلق المفترض انه يضيع بعد اول ثلث ساعه. الخوف والقلق من الجمهور وتواجده في الملعب ده، خد بالك الموضوع ده برضو للي مش متعود يا ميدو، صعب انك تخش تلاقي مثلا استاد القاهره ده فيه 90,000 ولا 80,000 واحد مشجع قاعدين وكلهم بيشجعوا، يعني حاجه تخليك عارف للي ما عندوش ثقه ومعاش الاجواء دي ممكن ياخد له فتره في الملعب مش قادر يقف على رجله. دي حقيقة فعلا. بجد فعلا. تمام، فعندك تلت ساعه للناس او للعيبه اللي ما خدتش على الكلام ده، اللي ما عاشتش الاجواء بتاعه الجماهير دي، هياخدوا ثقتهم كمان من اللعيبه اللي معاهم في الملعب. اللعيبه النهارده في دور مهم جدا للعيبه الكبار. أوكي. في الملعب احنا هنتكلم على الجمهور، بس هنتكلم على عشان دي برضو حته مهمه جدا بالظبط، مرتبطه ببعضها. عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، طارق حامد، اللعيبه اللي هي ايه لعبت قدام الالاف المؤلفه من الجمهور، مطلوب منهم التركيز بشكل كبير جدا، مطلوب منهم تحفيز اللعيبه، مطلوب منهم انهم يخرجوا اللعيبه اللي من القلق والتوتر، يشيلوا اللعيبه باللغه العامه بالظبط، يشيلوا اللعيبه باللغه العامه بتاعتنا يعني. فده مهم جدا، لانك انت لو حطيت ودنك مع الجمهور في كل كوره عليك او ليك، وارد جدا ان في اول المباراه يجي فيك هدف، لو بقيت داون اعتقد ان الامور هتبقى صعبه جدا على لعيبه كتيره جدا. انما في الوقت ده مطلوب منك انت كلعيبه كبيره ان هي تساند اللعيبه الصغيره في الملعب، تحفزهم، تفضل معاهم لحد ما يخرجوا من الحاله اللي موجوده عليهم. انما طبعا اللعيبه الكبيره اكيد عاشت الاجواء دي. بطوله على ملعبك زي دي كده ميدو ما ينفعش تخرج منها الا وانت كسبان او اتليست واصل للدور النهائي على الاقل، لان انت عندك جمهور مصر ما شاء الله يعني حاجه محترمه جدا 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 ومساند بشكل كبير جدا في كل الاوقات فعلا. واحنا شفنا نموذج كبير ومحترم جدا مع النادي الاهلي، وايضا شفنا نموذج محترم كبير جدا مع نادي الزمالك تمام، وبقيه الجماهير طبعا موجوده لكل الانديه، ولكن بكلمك على اكبر جمهورين في مصر. فانت شفت نماذج محترمه جدا بتشجع للنهايه، فطبيعي ان الجمهور سبورت ليك مش ضدك، ولكن القلق والتوتر اعتقد ممكن في بدايه اللقاء، بس في اول لقاء يعني.
احنا عندنا كمان انت بتقول ممكن يجي فينا جول، احنا عندنا نموذج كان رائع لما وصلنا لكاس العالم بعد الهدف اللي جه فينا ومحمد صلاح وقفته وتشجيعه للجماهير. اه طبعا الكونغو. طبعا طبعا ورجعوا في اقل من دقيقه صح بوصول لكاس عالم. صح خلاص خدنا التجربه دي، واعتقد ان هي كمان مش هتاثر يعني لو لا قدر الله جه فينا جول. لكن انا معاك جدا، لازم اللعيبه الكبيره تشيل كل اللعيبه الصغيره وعليهم مسؤوليه كبيره جدا زي مسؤوليه المدير الفني بالظبط. لكن ادوار اللعيبه برده يا بلال في نجاح الفريق والمسؤوليه الاكتر ان هي عن فين ان الجماهير المصريه مش هترضى باي حاجه غير الكاس والمباراه النهائيه في ظل وجود منتخبات قويه جدا زي ما انت بتقول. شوف انت عندك يعني انت البطوله اللي فاتت انت الوصيف بتاعها وصنفت من افضل 5 فرق في افريقيا بصعودك لكاس العالم. ما كنتش راح تاخدها خلي بالك خالص اطلاقا وصنفت. عشان كده بقول لك احنا ملناش ملامح دايما يعني المنتخب بتاعك صح مظبوط صح بطوله 98 حسام حسن تفتكر؟ فاكر طبعا. بس كنا منتخب قوي جدا برضه بس ما كانش لينا امال خالص. صح بس كنت منتخب برضه قوي جدا، الامكانيات اللي موجوده عندك اللعيبه، انت كان عندك حازم امام، عندك عبد الستار صبري، عندك محمد عماره، ياسر ريان، هاني رمزي، الاسماء طارق مصطفى، والمنتخبات الافريقيه حسام حسن طبعا مرعبه طبعا جدا وكسبتهم. بس عندك برضه امكانيات لعيبه برضه عندها امكانيات كبيره جدا يعني، وانت المنتخب ده برضه عندنا امكانيات، عندنا لعيبه بتلعب مع بعض بقى لها 3 سنين تمام. المنتخب ده موجود مع بعض بقاله 3 سنين عندنا امكانيات بصراحه، وعندنا امكانيات لعيبه، عندنا محمد صلاح مرعب في حد ذاته، تريزيجيه، سعيد يعني كتصنيف النني، حجازي طبعا النني، احمد المحمد، انا بكلمك على لعيبه محترفه يعني مش بكلمك على لعيبه خبرات كبيره قوي. فعندك خبرات لعيبه لعبت كتير افريقيا مع انديتها، ولعيبه لعبت منتخب بشكل كبير جدا، لعبوا بطوله افريقيا، وصلوا فاينل بره ملعبك، وصلت الكاس العالم، لعبت بره، خلاص عشت الاجواء الصعبه، عشت الاجواء بكل ما فيها، بفرحتها، بقساوتها، بالانتصارات، بالهزايم اللي فيها. فبالتالي اصبح عندك مجموعه من اللعيبه عندها خبره كبيره جدا، عاشت هذه الاجواء. انت كمنتخب مصر كوصيف للبطوله اللي فاتت المفروض التارجت بتاعك بيعلى، لازم خلاص، خاصه لازم. انك بتلعب على بطوله على ملعبك، انت وصلت نهائي افريقيا فعارف الاجواء ماشيه ازاي. احنا منتخب مصر بس يعني كل واحد محتاج يبقى عنده ثقه فوق الثقه اللي عنده عشان يعرف ان هو فعلا يستحق هذه البطوله. عايزين ما شاء الله ربع ثقه محمد صلاح في نفسه وامكانيات. الامكانيات خد بالك يا ميدو، خد بالك الثقه بتيجي من الامكانيات، الثقه بتيجي من الامكانيات، انا امكانياتي ايه فبالتالي بثق فيها. انت امكانيات لعبت المنتخب بتاعنا امكانيات جيده، هي عارف يا بلال زي ما انت بتقول الثقه بتيجي من الامكانيات، والامكانيات ممكن تيجي من الثقه. يعني في واحد عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، بس لو ما عندوش فكره وعنده ثقه في نفسه هي مش ما عندوش فكره هيبهدلنا. لا ممكن يكون لعيب عادي بس عنده ثقه في نفسه بتطلعه لعيب مش عادي. صح مظبوط. شخصيه قصدك، بتتكلم على الشخصيه بالظبط، بتتكلم على شخصيه اللعيب. لو هو عنده شخصيه في الملعب ممكن يكون الكره بتاعته قليله، على العكس بقى الامكانيات قليله، على العكس بقى. انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه شخصيه اطلع ان انا وحش. انا هقول لك نموذج في المنتخب طارق حامد، امكانيات الفنيه قليله عادي جدا يعني، مش عيب انك تقول ان هو امكانياته قليله يعني، ترى بيباصي بالعرض لكن لعيب يتمنى ايه، لكن لعيب عنده شخصيه، عنده شخصيه جدا في الملعب، لعيب قوي اجريسيف تمام، روحه مش بيلعب الكره السهله، هو عارف امكانيات نفسه ايه، ما بيفتيش كتير في الكوره بس شخصيته موجوده في الملعب بالظبط. لكن انت لو بتقيمه كفنيات، لا في ناس كتير افضل من طارق حامد بالظبط، لكن هو يكسب في كل. لكن انت بتتكلم في الشخصيه، لعيب عنده شخصيه ما بيخافش، لعيب مش جبان، لعيب عنده قرار في الملعب، روحه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انك انت ممكن ما يبقاش عندك الامكانيات العاليه ولا المهارات الفرديه العاليه، بس يبقى عندك الشخصيه اللي بيها تبقى افضل من ناس كتيره جدا عندها امكانيات كبيره. ده اللي بتكلم فيه وده اللي احنا عايزينه مع المنتخب. خد بالك انت عايزين السبيريت العاليه. انت منتخب مصر برضو يعني عندك 7 بطولات افريقيا، يعني الافضل على مستوى الافريقي في كل حاجه، والبطوله في بلدك واستاد الرعب، استاد القاهره رجع تاني، يعني كل حاجه بصراحه متوفره لكل عناصر النجاح. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا يعني على قد حسن ظننا يا بلال. والله اتمنى يا ميدو، اتمنى بص شوف انا اتمنى اللعيبه نفسها رقم واحد، المدير الفني رقم اثنين، لان خد بالك الجمهور كده كده سبورت للمنتخب، واحنا كلنا هنشجع المنتخب. احنا اتكلمنا في جزء من السلبيات، ده وضع طبيعي كناس بتفهم في الكوره، او بنعد من الناس اللي بتفهم في الكوره يعني. انما احنا النهارده بتفهم في الكوره، ربنا يخليك يا رب، تسلم. لازم اقول لك كده، بتفهم جدا كمان، ربنا يكرمك يا رب. فانما انما احنا في الاول وفي الاخر في الوقت الحالي احنا جمهور بنشجع منتخب مصر، ونتمنى المنتخب مصر ان ياخد البطوله دي، بطوله في ملعبنا حلوه. وخد بالك حاجه مهمه جدا، نجاح البطوله من وصول منتخب مصر للفاينل، انك البطوله تستمر بالنجاح اللي عليها شيء طبيعي، انك تصل منتخب مصر يصل الى الفاينل هتبقى دمها تقيل قوي.
لو انت ما وصلتش حتى قبل النهائي هتبقى دماتي قوي. ونجاح البطوله كمان ونجاحك انت في الوصول للفاينل وتاخد الكاس ده كلام كبير قوي. طبعا هيرجع لنا كبلد كمان. طبعا جدا جدا. انت بقول لك يعني انا عايز اقول لك الحاجه، انت بتنظم بطوله وخدت الموضوع على اعتقك ونظمته، كان في سرعه في التنظيم وتنظيم جيد جدا، وعملت كل ما خارج المستطيل الاخضر بشكل متميز جدا. وانت عندك تحديات تانية، وانت عندك تحديات كبيره. النهارده التحدي الاكبر داخل الملعب، داخل المستطيل الاخضر، في اقدام اللعيبه ومستر اجيريا. فعلا فعلا. بيقلقك اسماء المدربين ولا اسماء المنتخبات؟ لا اسماء المدربين. منتخبات افريقيا خد بالك يا ميدو على كل العصور متقلبه، سنتين ثلاثه فوق سنتين ثلاثه تحت. يعني كوت ديفوار 2006 2008 مش موجوده النهارده، غانا 2010 2012 مش موجوده النهارده. تمام، ولا يعملوا لنا مفاجات؟ لا بص، افريقيا يعني متقلبه في اللعيبه في الاجيال. يعني عندك جيل ممكن يقعد 3 4 سنين قوي جدا، وبعدين تلاقي الجيل ده اختفى، وبعدين ب 3 4 سنين ظهر جيل تاني. نيجيريا بص كانت في التسعينات بتعمل بطوله افريقيا وكاس افريقيا وبتاع وكاس عالم وبتعمل حاجات كتيره جدا، فجاه بتلاقي نيجيريا مش موجوده. السنغال فتره وبعدين تنزل تاني. ده ليه يا كابتن احمد تفتكر ليه؟ في وقت من الاوقات انهم بيخططوا كويس. لا خد بالك، طبعا في وقت من الاوقات يا ميدو بيبقى عندك ظاهره الامكانيات اللعيبه الكتير قوي المتميزه، وفي وقت بقى عندك 2 3 لعيبه بس، ما عندكش الحجم الكبير من اللعيبه او القدر الكبير من اللعيبه. يعني احنا نتمناها في مصر كده، يعني نتمنى في مصر مثلا يبقى عندنا 30 40 محترف. احنا كل بص خد بالك احنا بنعمل ايه، بنروح نبقى 10 وبعدين نرجع 3 4 وبعدين يبقى 2 وبعدين يبقى 1 وبعدين يبقى 5 6 وبعدين، يعني عارف ما عندكش حته استراتيجيه ان انت يبقى عندك محترفين كتير بره في الخارج. عشان احنا ما بنخططش ان شاء الله نخطط الفتره اللي جايه. نتمنى خد بالك انت تخطط. خد بالك انت النهارده هو ايه اللي مخلي صلاح كده من افضل اللعيبه؟ انه بيلعب في ليفربول وبياخد بطوله دوري اوروبا ولاعب هداف، يعني عشان بيلعب في اوروبا هناك في الاحتكاك القوي الافضل من الاحتكاك المصري. الدوري هنا لذيذ وكل حاجه ودمه خفيف، لكن هناك الامور مختلفه تماما. انا اتمنى يعني يبقى عندنا يعني ممكن يكون الدوري لذيذ. انت في وقت من الاوقات ميدو كان بيبقى 2 3 من افريقيا بيلعبوا في ريال مدريد، واثنين ثلاثة بيلعبوا في تشيلسي من نفس الفرق، من نفس البلد بيلعبوا في تشيلسي مثلا، واثنين ثلاثة ممكن يلعبوا في ليفربول والارسنال، ممكن تلاقي اثنين ثلاثة. يعني في الارسنال جه وقت كان في 3 4 بس افريقيا تمام، هم ما بياخدوش. خد بالك بس منتخب قوي، منتخب محترم، بس خد بالك لما يجي بقى الصعود لكاس العالم المرحله الاكبر بالنسبه لهم يبقى في سبيريت عاليه وبتموت نفسها وهنصعد كاس، خلاص ما فيش هزار، لان هو بالنسبه له كاس افريقيا في شهر واحد بيرجع مش بيقدم، انت فاهم. لكن كاس العالم بالنسبه له ده المحطه بتاعت كل الناس، دي البطوله الاكبر في العالم كله. زي ما انت قلت في الاول كاس افريقيا السنه دي مختلف، مختلف تماما. فهتلاقي الموضوع مختلف تماما. اللعيبه ريحت، خدت اجازه، دخل على بطوله افريقيا، العالم كله بيتفرج هناك. مش خد بالك انت في افريقيا، يعني انا النهارده بلعب في ليفربول مثلا او بلعب في الارسنال، اما اجي العب بطوله افريقيا انا قاعد من فرقتي صح. اللي اصلا انا بلعب بطوله اللي لعيبه بتلعب بطوله افريقيا عشان تروح تنقل النقله دي، فده عملت كده خلاص بالظبط. انما النهارده انت البطوله في شهر 6، فكل اللعيبه ريحت، اعداد بالنسبه لك جيد، بتلعب مع منتخب بلادك، ما عندكش مشكله وازمه ملاعب ومناخ كويس في ملاعب ومناخ كويس جيد في مصر، وبتلعب في بطوله حلوه جميله. فعايز بقى كمان توري الجمهور بتاع بلادك ان انت بتلعب ليهم. فالنهارده عشان كده انا بقول لك البطوله دي مختلفه عن بطوله شهر واحد. يعني قبل ما تجاوبني على يعني ابرز اللاعبين وابرز المنتخبات اللي مخوفاك بجد، تعال نشوف تقرير عن اراء الجماهير من مين ابرز المهاجمين في افريقيا، ونرجع نكمل مع النجم الكبير احمد بدر. أنسب حاليا طبعا اللي عندك إما مروان محسن أو أحمد علي، يعني هم دول أنسب اثنين بالنسبة للهجوم. يعني لاعب النادي الأهلي مروان محسن، لعب كأس العالم مع منتخب مصر، دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، النادي أكبر نادي في أفريقيا، نادي القرن في أفريقيا. مروان محسن هو يعني كان بآخر ماتشات مع الأهلي كان بيلعب حلو،
وفي الماتش اللي فات جاب جول حلو يعني. محمود تريزيجيه عنده خبره كافيه ان هو ايه عارف المناطق اللي بيتوزع بحيث ان هو يوزع بقيه الفرقه. مروان محسن مهاجم كويس ومجتهد وجامد وليه شخصيه في الملعب. والله حاليا ما فيش غير مروان محسن، مفيش احسن منه ممكن حاليا في المستوى ده يعني. طب مروان محسن مفيش جدال عليه المهاجم الوحيد اللي في مصر، خليفه عماد متعب، لان مروان محسن من الهدافين اللي يعتبر هو مفيش هداف غيره. من جديد تخيل مصر بعد ما كنا بنقول هنلعب مهاجم مين ولا مين دلوقتي احنا يعني معدودين على الصوابع. ايه كان في متعب وفي احمد بلال وكان في عدلي كده، لا مهاجمين كتير جدا يعني جداً. انا هقول لك من بعد حسام حسن بقى، يعني حسام حسن طبعا اكيد، وعبد الحليم علي وعماد متعب واحمد بلال وفراوده كتير يعني مثلت، وسام حسني مش عايز انسى حد يعني. كان كمان فراوده ميدي برضه، كان كمان منتخب مصر، لعبت منتخب مصر، لا لعبت ماتش واحد بس منتخب مصر. يعني لعبت برضه كويس ان انا كملت كويس، انا ممكن انا بادئ كوره انا مبطل كوره. عمرو زكي طبعا، عمرو زكي طبعا اكيد من اللعيبه، مش عايز اقول اسمك التاني يا عمور لو انت سمعنا. لا خد بالك لعيبه فراوده تقال، تقال فعلا بمعنى اللي هو انت مطمن، انت مطمن عندك، انت عندك احمد بلال، عندك عمرو زكي، انت يعني عايز اقول لك على حاجه، هقول افكرك ببطوله 2004 مثلا، ميدو واحمد حسام ميدو طبعا، بالمناسبه بقول لك اهو، ميدو عبد الحليم علي واحمد بلال وكان مين معانا، كان متعب معاكم؟ لا متعب ما كانش موجود لسه ساعتها في المنتخب، يعني مثلا دول ثلاث فراوده حلو، وكنت بتلعب بفرد واحد، ناس تلعب بفرد واحد، فتلعب مين في الثلاثه دول؟ فانت عندك ثلاثه مثلا، اثنين هدافين دوري في مصر، وواحد بتكلم عن قوه الفرد، فاهم قصدي بالظبط، اسمه المقنع، ما انا بقول لك اثنين هدافين دوري في مصر، واحد بتكلم في اوروبا، واحد هدف من هدافين الدوري في اوروبا يعني، فاهم قصدي؟ فالاسماء كبيره، الاداء عالي، المنافسه شديده جدا النهارده يعني، يعني مع احترامي يعني لكل الموجودين، نتمنى كل التوفيق يا رب لكل الناس اللي موجوده. احمد علي ما لعبش بقى له فتره كبيره، ما انضمش لمنتخب مصر، تمام، بيلعب في المقاولين وراجل هداف وكل حاجه، وله الحق في الانضمام للمنتخب، انا شوف خد بالك عشان يبقى كلامي واضح، وله الحق في الانضمام للمنتخب، ولكن بقى له فتره برضو بعيد عن منتخب مصر. تمام، مروان محسن هو اللاعب الاساسي مع المنتخب، لكن مش اساسي مع النادي الاهلي، دي مفارقات غريبه جدا، خد بالك، ما هو عشان انت ما عندكش، انت كدوري عام، خد بالك يا ميديو، انت كدوري عام طريقه اللعب اللي بتلعب بيها هنا في البوزيشن ده بالذات، ده اللي عمل الحته دي، ده اللي خلاك بس انك مدرب معذور يا بلال. لا مش معذور ولا حاجه، المدرب بيستسهل. لا لا هقول لك، المدرب بيستسهل يدور، اسمع بس، بيستسهل يجيب لعيب، هو لا المدرب، انا بكلمك، لا انا بكلمك لو مستسهل، لا طبعا الموضوع مختلف تماما. انا هقول لك اهو، انا هديك انا بالبراهين والدلائل، انا ما بقولش كلام كده اعتباطا يعني، مين هداف الدوري المصري؟ احمد علي. مصري ولا اجنبي؟ مصري. الاجانب اللي موجودين في مصر، ال 16 فرد اللي موجودين في مصر، اكتر واحد فيهم جاب كام جول؟ أربعة خمسة ستة؟ لا كلمني عن شخصيه سترايكر النادي الاهلي، اللي هو النادي الجماهير اللي عليه ضغط، نادي الزمالك، نادي الجماهير اللي عليه ضغط. انا هكلمك على الفراوده بشكل عام، الاجانب ماشي بشكل عام. انا بص شوف، انا مع اي نادي هو عايز يستثمر ويجيب لعيب اجنبي هو حر، انا ما عنديش مشكله في الحته دي اطلاقا، دي حريه نادي، لكن انا بقى انت بتكلمني في منتخب مصر، وانا بقى اديك الاسباب. تمام. النهارده الناس الفراوده الاجانب اللي في مصر، انت كل النادي، كل نادي ممكن النادي يغير 2-3 في السنه عادي، ما عندوش مانع يعني، فكلمني عن الاجانب اللي موجودين في مصر،
مش في الاهلي والزمالك طبعا، لان هم دول بيجيبوا كلاس ايه. جون انطوي في ده مصري، ده مصري له 20 سنه موجود في البلد فاهمني. لا كلمنا عن الباقي بجد، انا بكلمك اللي في سموحه، في دجله، في 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 كل في الجونه، في كل كل الفرق. كلمنا عن يعني مش هتكلم على اسماء كتيره، بس هتكلمنا على كل اللعيبه دي. انت مش عايز تجيب لعيب مصري تعلمه وتمرن. ما انا وانا صغير كان بلعب كابتن حسام حسن، وكان بلعب علي مار وعلاء ابراهيم ومحمد فاروق واحمد صلاح حسني وتشيرنو وروبرت اكاروي، كان بلعب سبع فراوده تمام كانوا موجودين، وانا طلعت من الناشئين، وكان في مدرب بيبص وقال لك ان ده ممكن يكون في وقت من الاوقات ليه فرصه معايا فشافني. هل النهارده المدربين بيعملوا كده؟ لا، مدرب النهارده انا فرود، هات لي واحد افريقي. ده الانسر بالراي العام. وطريقه لعب صعبه جدا. لا خد بالك، احنا حتى هنا طرق اللعب 4 2 3 1 دي اللي هي في الاخر يعني بتتقلب ل 4 5 1 لا خلاص، او 4 5 1 تقريبا هي دي طريقه اللعب، انما 4 3 1 4 3 2 1 دي لا، ما حدش بيلعب كده خالص. انت عايز تتفرج على الطريقه دي، بص على برشلونه، بص على ليفربول، محدش عارف يطبقها. معلش ما فيش الكلام ده، مش موجود. ايوه هي بس مفيش الكلام ده مش موجود. سيبك من بص، انا بلعب بمسميات. اللي بيتكتب على السبوره حاجه، واللي بيتحط في الملعب حاجه ثانيه. طب انا بقول لك كده، اللي بيشرحه المدير الفني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ على التلفزيون حاجه، واللي بيعملوه اللعيبه في الملعب حاجه ثانيه. انا النادي الاهلي بيلعب فرقه بتلعب 4 2 3 1 في الملعب، التطبيق 4 5 1 خلاص مقفوله، مفيش 4 2 3 1 دي خالص. انت عايز 4 2 3 1 زي ما الاهلي بيلعب كده تمام، زي ما ليفربول بيلعب، زي ما مانشستر بيلعب، زي ما برشلونه بيلعب. هي دي الطريقه، ان هو في عندك ثلاثه ثابتين قدام، هم دول الثلاثه الفراوده، واثنين في القلب، في واحد بلاي ميكر بيقوم بدور صانع الالعاب. اربعه فراوده مش هو ده مقصودش، يعني ثلاثه واللي تحتيه. هي دي طريقه، هي دي 4 2 3 هي دي الطريقه الصحيحه. انما هنا في مصر عايز فرود اجنبي عنده شويه سرعه وشويه قوه يقف قدام، علق له الكوره، يلا الحمد لله طلعنا بنتيجه التعادل على الهجمات المرتده السريعه. شكرا. عشان كده اللعيب المصري بجد، اللعيب المصري يعني الفرود المصري يعني مش موجود على السريع. اللعيب المصري، الفرود المصري، واللعيب المصري، اللاعب المصري مظلوم الحمد لله. عندنا 6 بوزيشنز ثانيين يعني فيهم لعيبه مصريه الحمد لله. اصل انا سمعت الناس بتنادي ان عايزين الدوري العام يبقى فيه 5 اجانب. احنا عايزين مدربين مثقفه كوره. بس هتجيب منين؟ ايه مش عارف، هي موهبه مختلفه عموما، مهما تثقف المدرب موهبته مختلفه تماما عن الكوره. ولو بيجمع بقى ان هو كان بيلعب كوره ومدرب، دي تبقى حاجه كمان جميله قوي قوي يعني. طبعا طبعا. في خد بالك، وفي مدربين، في مدربين كويسين في مصر يعني، في مدربين كويسين. أنا بس ممكن مش عايز اقول لك، قول لي اسماء، لكن لو كويسين هتلاقيهم معدودين على الصوابع يعني، على يعني واحد اثنين ممكن ثلاثه يعني، مجامله مني ثلاثه. والله ما اصل المدرب الكويس اللي هو يقنعك في الملعب، بيبقى ليه اسلوب، ليه شكل، ستايل، تشوفه عنده ستايل، تشوفه هو زي مثلا يعني ايهاب جلال مثلا. الناس كلها بتتكلم على الراجل بتاع وادي دجله مثلا، مثلا تكيس. هم شايفينه كويس، بيلعب كره سريعه حلوه، عنده اخطاء كبيره جدا بس مش مكتمله. هو انا بلعب كره حلوه بس بيخش فيها خمس جولين ثلاثه في الماتش. هي هو انت بتلعب، ما بيطورش الحته الدفاعيه بتاعته، دايما بيطور الحته الهجوميه. المدرب القوي، انت دجله كانت بتنافس على الهبوط برضو يعني، بتصارع قصدي من اجل البقاء يعني في وقت من الاوقات، وقت كبير من الاوقات. يعني انا بلعب كره حلوه وبتغلب في الاخر، ماشي حلو كويس لطيف حلو، لازم الاكتمال او شبه الاكتمال، مش هنتكلم على الاكتمال، شبه الاكتمال، يبقى بدافع كويس وبلعب كره حلو كويس. بس هو عمل حاجه لازم نحييه فيها، لان هو بمجموعه اللعيبه دي كان جدا، حتى لو بيخسر هو ما نزلش، لكن ممكن يعالج ببساطه قوي. نيكست سيزون يعني، احنا نتكلم نقيمه السيزون اللي جاي يعني، نبتدي نقول الراجل ده بقى هو خد تجربه حلوه قوي ككوره، فنيات حلوه. طب نقيم دجله بقى السيزون اللي جاي، لو بنفس طريقه اللعب يبقى هو مدرب غير متطور. لو ادى طريق، لو عمل طريقه لعب متطوره شويه وابتدى يحافظ على دفاعيا على فرقته، وابتدى هجوميا يشتغل بنفس الطريقه، يبقى ده اصبح مدرب فعلا هو كان ينقصه الوقت فقط لا غير عشان يطور من اداء فرقته. بالظبط. وبعدين كمان ناس نعرف ايه كمان، ان هو ادى حلاوه للدوري بصراحه يعني، اتفرج على كوره مختلفه حتى لو بيخسر. احنا كنا بنزعل لما دجله بيخسر، بيقدم كوره حلوه قوي قوي. مظبوط. الاجوال، لا الاجوال متعلمه تيجي ازاي. خد بالك، هو دجله بيلعب ب 4 2 3 1 بالطريقه الصحيحه الهجوميه بتاعتها. برافو عليك. لكن دفاعيا لسه شويه.
لسه برضه ممكن يكون اللعيبه لسه ما اخدتش على الـ على الـ على فكر المدير الفني، فاهم قصدي؟ بس هو صمم. خد بالك انا قلت دجله ليه اصلا؟ عشان شايف ان المدير الفني بيحاول. برافو عليك. بيحاول هو ده، فاهم قصدي؟ هو بيحاول. ايهاب جلال برضه بيحاول وبيعمل نتائج جيده في بعض الاوقات، كورته حلوه، راجل عنده برضه فكر. هو انا يعني من الناس اللي بحترم فكره الحقيقه يعني، لكن ففي بعض المدربين عندهم امكانيات، ما نقدرش نقول ما فيش امكانيات يعني. هو الراجل التكيس ده صمم على طريقه لعبه، صمم عليها حتى في وجود الاخطاء، وده انا شايف انا كنت بنتقده بصراحه في الاول جامد قوي يعني. يعني خلاص بقى انت عبد المنصف بيباصي غلط، مش عارف مين بيباصي غلط، فيعني ممكن نصحح العمليه نطورها، عندك مثلا مشاكل ممكن تطورها، لكن هو اصر ان عبد المنصف برضه باصي غلط لغايه عبد المنصف مثلا بدا يباصي كويس في الاخر. هو عبد المنصف مثلا ما بيعرفش يباصي يعني غلط. يا اخي عبد المنصف حبيبنا وحبيبنا. لا جميل عبد المنصف، جميل ان شاء الله قدم الموسم كويس قوي السنه. لا السنه دي كان كويس. جددوا له كمان السنه دي الحقيقه. لكن انا بكلمك في ان الراجل صمم على طول. خد بالك يعني السنه دي عبد المنصف يعني من اللعيبه اللي بتحضر يعني بالظبط، حلو بالظبط، فاهم قصدي؟ اصبح يعني كمان يعني انت لعيب بتحضر، حارس المرمى الموجود عندك لما يبقى عنده كوره حلوه ده يعني حاجه جيده جدا. حلاوه الكوره اللي بنتكلم فيها دي، يا رب نشوف كذا حد كده. يا نتمنى والله يا رب. نتمنى ان شاء الله. خايف بقى من مين من المنتخبات قوي؟ في فرقتين يمكن انا شفتهم تطوروا بشكل كبير قوي يعني. السنغال تطور بشكل كبير قوي قوي قوي، المغرب تطور بشكل كبير جدا. هما دول الفرقتين اللي انا شفتهم ادائهم في كاس العالم، في كاس العالم بالنسبه لي كان مقنع جدا، اداء جيد، اداء قوي. المغرب عملت مباراه، المغرب في كاس العالم امام البرتغال عملت مباراه رائعه جدا 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 جدا، عندهم يعني لعيبه امكانيات عاليه جدا جدا جدا. زياش لعيب امكانياته عاليه قوي، في بطوله اوروبا اتفرجنا عليه هيبقى حاجه كده زي صلاح يعني، فاهم قصدي؟ امكانيات كبيره، لعيب كبير، لعيب بروميسنج، بيسجل اهداف، بيصنع اهداف. بعدها لعيب بنقول ده هيبقى زيه. طبعا خلاص. انت بص خد بالك، نتمنى ما تكونش هي حاله يعني استثنائيه، نتمنى ما تكونش يعني ما يكونش صلاح حاله استثنائيه ومش هتتكرر تاني يا رب. يعني نتمنى يكون في لعيبه يعني بتفكر بنفس الفكر، وانا شايف الشباب الصغار كلهم الحمد لله بيفكروا في اوروبا يعني. يا رب. نتمنى مش لكن بس يعني يبقى شكل الشعر بس. ايه شعر ما عملوش شعر صلاح، بس عايزين صلاح فعلا يبتدوا بالشعر، مش مهم موافقين. فالمغرب والسنغال فرقتين اقوياء جدا مكتملين العناصر، هو ده اللي انا يعني بقوله. يعني انت عندك فرقتين مكتملين، المغرب مكتمله العناصر، السنغال برضو مكتمله العناصر. تونس فرقه حلوه قوي، ستايلها بقى حلو، بس مش الفرقه الصعبه، مش اللي هي الجزائر. مثلا بالظبط الجزائر فرقه كويسه جدا طبعا يعني. ما بص الجزائر وتونس نفس الليفل كده يعني، هما بيجوا انا في وجهه نظري طبعا يعني بيجوا بعد المغرب والسنغال على طول. تمام، فاهم قصدي؟ انا بشوف ان اقوى فرقتين في القاره في الوقت الحالي هما المغرب والسنغال، دول اقوى فرقتين. تمام، بعديهم في الليفل الثاني على طول تيجي عندك الجزائر وتونس ومصر ونيجيريا، دول الاربع فرق اللي انا بشوف، او دول الست فرق اللي انا بشوفهم مؤهلين ان هما يلعبوا على يلعبوا دور قبل النهائي. اخر سؤال هساله لك عشان اسيبك تخرج. انت عطلتوني. انت عمال تقول لي عندي ميعاد عندي ميعاد. الجماهير والارض المصريه عموما وسياده القاهره تحديدا والفريق القومي المصري تحديدا ليه رهبه عند الفرق الثانيه؟ استاد القاهره ليه رهبه طبعا. بص خد بالك اللي حتى اللعيبه في افريقيا 80 و90 الف دي ما حدش بيشوفها في اي حته. خالص. ما بيشوفهاش غير عندنا احنا هنا بس. مع الاهلي كمان. طب بتاع الجماهير المصريه. طبعا انا بتكلم عن انت موجود 90 الف مش قاعدين بيتفرجوا بس يعني بيشجعوا اكيد يعني. فقليل جدا لما تلاقي لعيبه الافارقه دي بتشوف كم الجماهير الشنيعة. يعني انت مثلا الملاعب في ليفربول او في اوروبا 30 40 20 10 15 في الحدود دي كده يعني. مفيش يعني ملعب باش مكتمل غير في فاينل كاس اوروبا مثلا او حاجه زي، انما استاد زي القاهره كده فيه 90 الف صعبه جدا. فليه رهبه اكيد عند لعيبه الافارقه، واكيد المفترض ان يكون له يعني يكون سبورت ده الكلام ده للمنتخب مصر. تمام، ان انت خلاص انت طالما عديت حمى البدايه اعتقد المفترض يبقى الجمهور ده بتاعك مش ضدك، ليك مش عليك يعني. خلي انت دايما كلاعب كوره خلي الجمهور يحبك في الملعب يعني. احنا زمان كنا ايه في اول الماتش تلعب السهل يلعب السهل يلعب السهل يلعب السهل لحد ما اول ثلث ساعه تعدي تاخد الثقه، خلاص بقى الجمهور بتاعك انت مش ضدك يعني. في بعض الاوقات في لعيبه مثلا يبقى عارف في البدايه الدنيا مش ماشيه فبتلاقي
يعمل غلط في غلط في غلط فتلاقي طول المباراه بقى خلاص. الجمهور ده وده ان شاء الله ده اللي ما نتمناهوش ان شاء الله يعني باذن الله في المباراه بتاعت بكره ان شاء الله. قصدي ان في جماهير بتجيب البتاع اللي هم الاثنين اللي بيضربوا في بعض دول تعمل صوت. دي بتاعت المصريه بتاعتنا اللي هو تشجيع لحتى الموت يعني. لا لا هنكسب يعني هنكسب. جمهور مصر رائع. ماتش كونغو كان يعني مثال رائع جدا جدا جدا. تتعادل في الدقيقه تقريبا 88 وبتكسب في الدقيقه 92 يعني حاجه حركوا الحجر. طبعا حاجه غير طبيعيه. بشكرك شكرا جزيلا وبجد والله العظيم انا بستمتع بيك جدا ان احنا اصحاب وبنخرج بره يعني. هنلعب تنس امتى بس عشان اكسبك في التنس؟ والله انا صعب عليك والله. طب نتمرن قدام الناس؟ صعب عليك. لا طب ماشي هنعمل الماتش انا واحمد بلال يا جماعه هقول لكم والله نتيجه بما يرضي الله هكسبك جامد. بما يرضي الله صح جدا. ماشي نورت وشرفت حبيبي ربنا يخليك. دايما على خير ومتالق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ده كان فقرتي الثانيه مع النجم الكبير احمد بلال. هنطلع فاصل وهيكون معاكم الزميل العزيز محمد سعيد وضيوف الكرام. بتشرف بيكم دايما ومع الف سلامه.